إن الحمد لله تعالى نحمده، نستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور الأنفس ومن سيئات الأعمال، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى، قدر فهدى، أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه من خيرة خلقه وخليله، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله تعالى به الغمة، فتركنا على محجة بيضاء الليل فيها كالنهار، لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على المبعوث رحمة للعالمين محمدًا النبي، وعلى آله وأزواجه الطاهرات العفيفات، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها المشاهدون الكرماء في برنامجكم المتجدد الجميل أحلامنا الجميلة. وقبل أن أبدأ الحديث مع حضراتكم، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد انتهينا بفضل الله وعونه وكرمه وجوده في حلقات سالفة ماضية عند تعريف الرؤية، وقلنا أن للرؤية تعريفان، أن للرؤية تعريفين، التعريف الأول هو التعريف اللغوي، والتعريف الثاني هو التعريف الإصلاحي. وقلنا أن التعريف اللغوي للرؤية هو المشاهدة أو المعاينة، أي ما يراه الإنسان بعين البصر، أي جارحة البصر أو بعينه في يقظته، فهذا يسمى رؤية بالهاء، وهي على وزن فعلى. أما إذا قيل رؤية بألف اللينة تسمى ما يعني يقصده القائل، هي الرؤية التي يراها النائم في نومه. وقلنا التعريف الإصلاحي، وهو مجموعة من الرموز التي يراها النائم المستغرق في النوم، منها ما هو معرف للشرع وما هو منكر للشرع، والتي تحتاج إلى تأويل. اليوم بفضل الله وكرمه وجوده علينا نتكلم عن أهمية الرؤية ومكانتها في الإسلام. أن للرؤية تأثير عظيم في النفس البشرية، منها ما هو يبشر الإنسان ويجعل الإنسان مسرورا فرحا بما يراه في نومه، ويجعله يعني منشرح الصدر، وقد تخبره عما سيقع في مستقبله من بشريات طيبة. ومنها ما هي رؤية منذرة ومحذرة لمن يراها، وقد تكون سببا في ضيقه وفي يعني ضيق صدره ويتضايق منها. غير أن هناك اتصال، ونرجع إلى أهمية الرؤية ومكانتها. الأخت الكريمة أم حامد إسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي عليكم السلام. السلام وبركاته يا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ، منور والله. حياكم الله أختي الكريمة، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. ربنا يعزك يا رب، يرفع قدرك يا رب. جزاكم الله خير. عندي رؤيتين لو سمحت. أبشري يا أختي، اتفضلي يا أم حمدي. جزاك الله خير، جزاك الله خير. حلمت إن مرات أخويا لابسة عباية فوق الركبة، عباية سودة فوق الركبة، ولما هدومها حطها على كيسة على كتفها من فوق كده، وبترقص بيهم. تمام. كيسة هدوم. فببص لها كده انا مستغربه، يعني ان العبايه بتاعتها قصيره ليه كده، ولابسه ليه كده قصير، وحاطه هدومها على كتفها. فبكلمها كده بزقها بايدي، راحت واقعه. دي اول رؤيه. اختي اسالك سؤال بس. نعم. ما رايك في خلقها ودينها في زوجه اخيك؟ ما رايك في خلقها ودينها؟ يعني ما نعرفش عنها حاجه من ساعه اخويا متوفى، ما نعرفش عنها حاجه. كم عمرها؟ عندها 37 سنة. عندها أولاد؟ معها بنتين. طب أختي لو حد تقدم إليها ستوافق على ذلك هي أم ليس لكم دخل في الأمر؟ لا
لا ما الناس دخلت موضوع جوازها والكلام ده، ما الناس دخل يعني، احنا لينا دعوه بس العيال، احنا لينا رساله بالعيال بس، العيال معانا بس. هو عامة أختي أبشرك ببشر الله لك، وبشريها إن كانت هناك تواصل فيما بينكم، رقصها في التأويل في الرؤية يدل على فرحها وبشرها وسرورها إن شاء الله تعالى. ولكن المشكلة في قصر الثياب، إن هو يدل على معلش يعني عدم الطاعة الكثيرة أو عدم اللجوء أو قلة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وبذلك قال النبي في حديث البخاري: رأيتكم تعرضون علي وعليكم قمص، فمنكم من يأتي إلى حقويه ومنكم يأتي إلى ركبتيه ولا صدره. فقالوا: بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. فكلما زاد الثياب في الرؤيا كلما زاد الدين عند الشخص، وكلما قلت الثياب في الرؤيا قل الدين كذلك عند الشخص. الرؤيا الثانية أختي الكريمة. طب ولو سمحت، الكيسة اللي هي بتاعت هدومها اللي حطها على كتفها من فوق، نعم، الكيسة بتاعت هدومها لما هدومها كلها وحطها على كتفها، يعني بالفعل قد يتقدم لها خاطب. الرؤية الثانية، لو الرؤية الثانية بقى، الرؤية الثانية بتاعها اللي هي الكبيرة، حلمت ان هي قاعدة بتلعب بالعروسة بتاعتها، فالعروسة طلعت عليها كده ومسكتها بالمقص، جابت العروسة جابت مقص وضربتها في ظهرها، صابتها في ظهرها. العروسة اللي ضربت البنت ولا البنت اللي ضربت العروسة؟ لا العروسة ضربت البنت، العروسة اللعبة ضربت البنت، وأبوها قاعد المتوسط جنب أمها، جه خد امها ومشى. اسمعيني اختي، طيب عشان في اتصالات، طيب اسمعيني اختي من الهاتف. الاخت الكريمه ام احمد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا ام احمد. الله يبارك لك. بقول لحضرتك، بس اقول لحضرتك رؤيا بس البنت، يعني مش ليا بس البنت خلو كده. اتفضلي ام احمد. حلمت اللي هي في واحده معاها وبتغسل ايه مواعين، بيغسلوا المواعين كده، وهي الاخت الثانيه بتغسل المواعين، هي مش عاجباها، مش عاجباها، بتعيد عليها تاني وبتغسل عليها وبتغسل تاني، وهي بشبه اللي هي في بتعيط، يعني في بكاء وهي بتعيط. زين. بس هي كده الرؤيه بس كده حضرتك. ام احمد، كم عمر البنت اللي بتغسل المواعين؟ مش عارفه، ما اعرفش، يعني واحده كبيره، مش كبيره في السن، يعني لسه 40 سنه حاجه زي كده. طب اللي مش عاجبها امها ولا من؟ اللي مش عاجبها هي بتغسل. هي لا، هي مش امها، هي واحده صاحبتها. والثانيه ديت، الثانيه بتغسل وراها المواعين عشان مش، يعني مثلا بتلاقي حاجه مش عاجبها بتقوم تغسل. اللي هي صاحبتها يعني. حياك الله، اتفضلي ام احمد. اقول لك اسمعيني من التلفزيون حتى لا اشقق عليك في الاتصال. بالنسبة للأخت الكريمة أم حمدي، الرؤية الثانية لرؤية العروسة اللي بتضرب البنت في ظهرها، هذا الرؤية يعني لك أخت الكريمة أم حمدي خاصة ولجميع المشاهدين عامة. إخواني احذروا احذروا ثم احذروا من الدباديب الموجودة عندكم في البيت، احذروا منها، الرجاء ثم الرجاء ثم الرجاء، يعني انزعوها كلها، انزعوها كلها من بيوتكم ولا تتركوها في بيوتكم، هذا أمر يتلبس فيه الشيطان والعياذ بالله، فاحذروا من هذه الدباديب، احذروا من هذه العرسان، إلا إذا يعني أتيتم بدبدوب أو عروس اقرأوا عليه رقية شرعية، وكل أسبوع جددوا عليه الرقية الشرعية حتى يعني لا يعني يتلبس به الشيطان والعياذ بالله. أرجع لك يا أختي الكريمة محمد بعد ما نسمع الأخت الكريمة جيهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الرجاء الصوت، الصوت ضعيف جدا. وعليكم السلام. حياكم الله اختي جانا، اتفضلي. انا عندي رؤيتين صغيرين بس كبيرة يعني. اتفضلي يا استاذة. الرؤية الأولى، أنا حلمت إن أنا دخلت مكان مظلم، فكانت في حتة كانت منورة زي قبة الجامع. نعم. فلقيت واحد، قلت له هو أنا فين؟ قال لي هو أنت ما تعرفيش أنت فين؟ أنت قاعدة عند مكان الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعم. قال لي هو أنت جاية تزوريه؟ قلت له أنا ما رديتش. نعم. وبعدين صحيت. والرؤية الثانية، أنا حلمت إن بابا جاب لي فستان فضي لونه فضي. نعم. كم عمرك أختي جيهان؟
14 سنة؟ اه. ما شاء الله ما شاء الله، العمر كله لك بالخير يا جيهان. اتفضلي اسمعيني من التلفاز جيهان. نعم؟ اسمي ريهام. حياك الله يا جيهان، اتفضلي اسمعيني جيهان. بالنسبة لرؤيتين جيهان أقول من حضرتك بعد أن نفسر رؤية الأخت الكريمة أم أحمد. أم أحمد، بالنسبة للبنت التي تغسل المواعين، هناك هذه الصديقة التي يعني لا يعجبها هذا الغسيل، بالفعل قد لا يعجبها، هناك بعض الأخلاق في صديقتها وهي بتحاول بقدر المستطاع أنها تحسن وتصلح من أخلاقها ومن دينها وبتنصحها كثيرا، فنعمل أخته لصديقتها ولرفيقتها. وأتمنى من جميع المسلمين والمسلمات أن تكون الصداقة فيما بينهم التناصح والتواصل لله سبحانه وتعالى، لا تكون الصداقة لأمر دنيوي منزوع ومنتهي، لابد أن تكون الصداقة لله سبحانه وتعالى، حتى ينادوا يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الأستاذ محمد، وبعد كده سأرجع لك أختي جيهان في رؤيتك الأولى والثانية. الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو حميد. حياك الله يا شيخ. اتفضل حبيبي. معايا رؤية بتتكرر، رؤية اللي هي بتاعت الأسنان. أنا حلمت امبارح إن تالت سنة ليا على اليمين في الأسنان الأمامية، نعم، إنها سقطت في يدي. تمام. تمام. فيعني الحلم ده بيتكرر معايا بقاله كذا شهر، يعني من شهرين حصل معايا ومن شهر تاني حصل معايا. وليا رؤية أخرى حلمت إن أنا فوق سطح بيتنا، إن نعم. أنا بفتح السطح لقيت جمالين في أوضة مظلمة على السطح، وهديتهم لابن عمي. زين. دي والرؤية في الأسنان دي بتتكرر معايا على طول. مرة الدروس كلها وقعت في يدي، ومرة السنة الأمامية. كم عمرك حبيبي يا محمد؟ 28 سنة. متزوج أنت؟ لا لا، السلام يا حياك الله يا حبيبي. اسمعني، في حاجة عند حضرتك تاني؟ اه والله يا شيخ. اتفضل حبيبي اسمعني بعد أن نسمع الأخ الكريم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبو حميد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله ابو حميد. انا نقول لحضرتك، سمعت عم الشيخ قلت لك علينا؟ نعم. انا نقول لك، نقول لحضرتك يعني انا مبطل من سنه سته، ونفس عاد يتعلم من سنه يتعلم بس. انت مبطل تعليم من سنه سته؟ يتعلم يعني من سنه. قول رؤيتك ابو حميد. نعمل ايه؟ الصوت يا احمد رايح خالص، قول رؤيتك حبيبي. انا مبطل من سنه سته اظهر. نعم. وطلعت من غير اسمعني من الهاتف بعد اذنك يا احمد، اسمعني من الهاتف، اغلق التلفاز او ابتعد عن التلفاز. اسمعني بعيد عن التلفاز خالص عشان صوت بيرن هنا مش سامع منك حاجه. ماشي. انا مبطل من سنه سته اظهر. نعم. ماشي. وطلعت السنه من غير ما تعلمت، انا السنه ما تعلمتش. تمام. يعني ايه بالضبط؟ ايه السؤال بالظبط يا احمد؟ انا مش فاهم انت عايز تقول ايه بالظبط. انا بقول لك يعني انا بطلت سنة سادسة الازهر. تمام. تمام. بس انا يعني سنة ما اتعلمش. تمام. نطلب منك يا استاذ احمد معاودة الاتصال مرة اخرى حتى نعرف ماذا تريد يعني باتصالك بنا، يعني يسعدنا اتصالك بنا. الاخت جيهان، الرؤية الاولى والثانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله جيهان، ربنا سبحانه وتعالى سيمن عليك انك ستسير في طريق الحق وطريق الدين، وسيرزقك الله بحفظ كثير من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرؤية الثانية اللباس، هذا سيجعل الله لك مكانة وشأن، ستكون من المتفوقات في دراستك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأخ الحبيب محمد، رؤية الأسنان. هناك كثير من الأمور يا أخ محمد الأخ الحبيب العزيز الكريم، هناك بعض الأمور التي تنكرها في أهلك وقد لا تعجبك، وأنت بتحاول من إصلاحها ومن تغييرها إلى الأفضل والأحسن، فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ذلك ويأجرك على ما تعين وتقوم به، والله تعالى أعلم. الأخت الكريمة أم خالد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم خالد. الله وبركاته. اتفضلي أخت أم خالد. أنا
عندي مرات ابني بعالجها. السلام عليكم ورحمة الله يا أم خالد. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أم خالد. مرات ابني. نعم. ماشي، فكنت دعيت لربنا إن ربنا يديها، فقلت لجوزي أنا هعمل عقيقة أنا اللي أشيلها لوحدي. فقال لي ماشي. جيت نمت لقيت إنني رايحة الكعبة وعايزة أحج حجة بتاع مولد النبي. تمام. فنزلت البحر وفضلت ماشية في البحر لحد ما حصلت جوزي، وقلت له خلاص إحنا هنطلع الورق من هنا. تمام. جيت نمت وقمت تاني وصحيت تاني وقلت نفس الرؤية. كملنا الورق وفيه شيخ معرفوش راح عطيني زي نوته وقال لي كمل ورقك وتوكل على الله. بقول انا كنت نفسي احج في عمرة رمضان او شعبان، بس الافضل مولد النبي. الرؤية دي اتكررت لي بدل المره ثلاثه. ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. حياك الله يا ابو خالد. اتفضلي، في رؤيه ثانيه عندكم ام خالد؟ ايوه، شفت رؤيه واحده متوفيه صاحبتي خدتني وودتني الكعبه وداخله بعربيه بيضة على الكعبه. ممتاز. الست دي متوفيه رحمه الله عليها. ما اسمها؟ مش عارفه اسمها ام احمد، بس متوفيه من زمان. فبتقول لي الراجل اللي هو صاحب الكعبه دي ده صاحبها هي. تمام. فانا قلت لها انا عايزه اتوظف عشان اقعد هنا ما اروحش انا وجوزي، انا عايزه اشوف لجوزي وظيفه هنا. تمام. فرؤية الكعبة دي بتتكرر في الشهر ثلاث أربع مرات. ما شاء الله، لأن قلبك معلق بالكعبة يا أم خالد. كتير كتير كتير. وأنا أبشرك ببشرى الله لك في الرؤية، إن الرؤية الأولى والله ربنا سبحانه وتعالى سيمن عليك بالذهاب لبيت الله الحرام قريبا معتمرة وحاجة، ثم زوجة ابنك سترزق بمولود ولد بإذن الله تعالى. الرؤية الثانية ما شاء الله أم خالد، أن الله سبحانه وتعالى قد تغمد هذه المرأة صديقتك برحمتي أظنها كذلك، ولا أزكي على الله أحد. هذا والله تعالى، ولكن بالفعل أن الله سيحقق لك هاتين الأمنيتين. الرؤية الأمنية الأولى سترزق زوجة ابنك بحمل في مولود ولد، والأمنية الثانية ما شاء الله سترزقي بالذهاب لبيت الله الحرام معتمرة أو حاج. والأهم من ذلك كل الرؤية الثانية أن الله سبحانه وتعالى تغمت هذه المرأة برحمته أظنها كذلك، والله حسيبها ولا أزكي على الله أحد، أنها بحالة طيبة عند ربها. ولا سيما قالت لك في الرؤيا أن صاحب هذا المكان أو صاحب البيت أو هذا الكعبة صديق أو معرفة، فنتمنى أن تكون أنها بجوار ربها الحين. الأخ الكريم عماد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا شيخ؟ معلش لأن أعتذر لحضرتك، طولنا عليك يا أخي الحبيب عماد. أنا بحبك بالله يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببتني من أجله، بارك الله فيكم. سعادتك يا بدي، أنا شفت رؤية سعادتك واحد لابس أبيض فأبيض، تمام؟ أبشر من أول الرؤية حق عماد حبيبي. واحد لابس أبيض فأبيض، ماشي؟ تمام. شاورني بصبعه كده، قال لي إيه؟ هذا سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، كان سيدنا إبراهيم متكفن، ميت متكفن في كفن أبيض، شاور عليه بصبعه كده بإيده. تمام. خلاص يا شيخ. طب انت اخ الحبيب عماد بتهتم بتغسيل الموتى ما شابه ذلك؟ نعم. انت بتهتم بشؤون الموتى؟ لا والله يا شيخ. يعني لا تهتم بشؤون الموتى اخ عماد؟ لا يا شيخ، لا والله عادي، الحياة عادية. ما شاء الله، ان ربنا سبحانه وتعالى سيرزقك بشرى وتحقيق امنية غالية عليك برؤيتك لأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو مقامه صلى الله عليه وسلم، فهذه تحقيق أمنية وبشرى لك ما شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. حياكم الله أختي أم علي. حياكم الله. عامل إيه؟ حياكم الله يا أم علي. ربنا يخليك يا شيخ، ربنا يديك الصحة وبارك لك يا رب. وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم أختي أم علي. اللهم امين. عندي رؤيه بسيطه الله يسترك. ابشري تحت امر حضرتك. حلمت ان المحافظه بتاعتي بتسمع لي صوت الاعراف. تمام. يا يعني وبقف فيها شويه وهي بترجعني تاني. اي ايه في صوت الاعراف تقرئها عليك؟ لا بتسمع لي الصوره كلها. الله اكبر. لان هي يعني بترجع لنا القران كله هي يعني. تمام. بس في الصوره دي بالذات هي اللي كانت بس بقف فيها وبتردني.
أم علي أنت خاتمة؟ الحمد لله الحمد لله. طب سورة الأعراف أنت مهتمة بشأنها وبمراجعتها وتعاهدها؟ بقرأها كل يعني كل يوم ساعات كل 3 أيام. الأعراف بحر لا ساحل له يا أم علي. أيوه. كما يقول علماء القراء. أيوه. فحافظي على تلاوتها كثيرا كثيرا، أكثري منها. أيوه. وهناك بعض الكلمات أو بعض الأمور مشكلة عليك في الصورة، فحاولي إن محافظك تصححها لك جيدا. لأن هي اللي هي بتصحح لي، بقول وبتصحح لي وبقف وبسمع وهي بتوقفني. يعني راجعيهم التي يعني تقف عندها أو تخطئي فيها، راجعيها كثيرا حتى يتسنى لك حفظها جيدا. لا الحمد لله أنا حافظاها جيدا يعني، الحمد لله أنا ختمها مرتين. الحمد لله. الحمد لله. فهذه تحقيق أمنية غالية عليك، ويعني فيض من الله سينعم الله عليك به، وبخاصة في علم هذه الصورة بتفسيرها وبمحتواها. أم علي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني كما نرجع لموضوع الحلقة، أي مكانة الرؤية في الإسلام وأهميتها. قلنا أن للرؤية تأثير هام جدا 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 على الفرد وعلى المجتمع كذلك، إذ أن الرؤية قد يراها إنسان له مكانة في مجتمعه، فتؤول على الحالة في المجتمع وليس على الشخص ذاته. وكذلك الرؤية قد يراها العبد، تكون رؤية مبشرة له، تبشره عند ربه بمكانته أو بخلقه أو بدينه أو ببشرى، كما تسنى لنا ورأينا كثيرا من المتصلين أن الله سبحانه وتعالى يبشرهم ببشريات طيبة صالحة. وبذلك اهتم القرآن الكريم بشأن الرؤية وأوردها في كتابه على نحوين اثنين لا ثالث لهما. جاء بالرؤية، أي جاءت رؤية مصرحة وجاء معها التأويل. جاءت الرؤية أوردها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك أورد معها التأويل في أكثر من 5 مواضع. غير أن يعني أتمنى أن نكمل مع حضراتكم، غير أن هناك فاصل لأذان العشاء ونتواصل معكم بعد الأذان مباشرة. إلى ذلكم الحين الوقت القصير أترككم في رعاية الله وأمنه، ولا تنسوا أن ترددوا الأذان حتى تفوز بأجر الرد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى من والاه، ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرماء بعد الإعادة وبعد الرجوع إلى برنامجكم الجميل أحلى منى الجميلة. وقد توقفنا قبل الفاصل بفضل الله وعوني عن مكانة الرؤيا في كتاب الله جل وعلا، وقلنا أن الرؤيا جاءت في كتاب الله على نحوين اثنين لا ثالث لهما. النحو الرؤيا الأول، جاءت الرؤيا بلفظها ومعناها، أي أن جاءت الرؤيا كما رآها كما وكما قصها ربنا سبحانه وتعالى على من رآها، ثم جاء معها التأويل. هذه لمكانة الرؤية العظيمة في دين الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأول رؤية جاءت بلفظها ومعناها كما أخبر عنها ربنا جل وعلا حاكيا عن يوسف صلى الله عليه وسلم، حينما قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وللعجيب أيها المشاهدون أن للرؤية هذه تأويلين. التأويل الأول تأويل يعقوب صلى الله عليه وسلم حينما قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. غير أن هناك اتصال، ونرجع طبعا لتكملة الدرس. الأخت الكريمة هدى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أخت هدى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ أهلا وسهلا يا مرحب. اسمعيني من الهاتف أخت هدى بعد إذن حضرتك. حاضر. حضرتك سمعني كده؟ سامعك جيدا، تفضلي. انا كنت حلمت يا شيخ ان انا قاعده في منزل، والمنزل ده واجهته كانت ازاز، وانا ببص من الازاز فلاحظت ان ممكن الناس تشوفني يعني، فحاولت كده اروح اجيب ستاره اغطي
لجزء الازاز ده، وبعدين وانا بغطيه لقيت بنت، انا شاب يعني، لقيت بنت في نفس سني تقريبا جت عليا كده وكانت مبتسمه، وانا وقفت اتكلمت معاها شويه وبعدين الحلم خلص على كده. تمام. ماذا تعمل يا اخت هدى او ما هي دراسته؟ انا دكتوره بشريه طبيبه. حاليا متزوجه حضرتك؟ لا انا لسه عبان. ربنا يكرمك اختي، اتفضلي. في حاجه ثانيه عند حضرتك؟ لا تمام، شكرا كده يا شيخ، جزاك الله. اتفضلي اختي، اتفضلي اسمعيني اختي. السلام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟ حياك الله يا اخي الكريم، مساك الله بالخير. اخبار صحتك واخبار اولادك والجميع؟ الحمد لله رب العالمين. انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس. اتفضل. انا هنقول لك، انا بدري انا نفسي اتعلم يعني بس. يعني انت بتتصل عشان نفسك تكمل تعليم يعني؟ لا عاوز اقرا بس. تقرا ايه؟ نقرا عشان يقرا يعني، نقرا يعني. ادعو الله كثيرا، صل وانت في صلاتك اخي الحبيبي الكريم، وانت في صلاتك اكثر الى الله من الدعاء واللجوء اليه ان يعينك الله سبحانه وتعالى على القراءه وعلى الكتابه جيدا. وانت بتقول انك انت خرجت من السنه السادسه الابتدائي ازهر، فبالتاكيد انت يعني ملما بقواعد القراءه والكتابه جيدا. فاستعن بالله ولا تعجز، واشكرك على همتك الطيبه هذه انك تريد ان تتعلم وانت في هذا السن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك أخي الكريم. نرجع للأخت الكريمة الدكتورة هدى. يا دكتورتنا الكريمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أن الله سبحانه وتعالى سيكشف لك أمرا هاما أنت تحتاج إلى كشفه. هناك أمر يشغلك، هناك أمر أنت لم يعني تتوقفي إلى الحين على تفاصيله ومجرياته، سيكشفه الله سبحانه وتعالى لك قريبا بإذن الله تعالى، وسيكون هذا الأمر فيه خير ومصلحة لك، والله تعالى أعلم. الأخت الكريمة أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. حياكم الله أم محمد. الله يخليك. اتفضلي يا شيخ. سمحت لك، عايزة أعيد لك يعني حلم عندك. اتفضلي أم محمد، قولي ما عندك يا شيخ. اللي يحلم أن واحد يعني ميت بيتجوز. اختي لا تقولي، اللي يحلم يرى، قولي رايت كذا وكذا وكذا. انا رايت واحد ميت يتجوز. طب كم عمره؟ كان عمره حينما توفاه الله؟ انا توفاه الله كان في الخمسينات كده. كان متزوج هو؟ كان متزوج بس انا حلمت بيتجوز بنت صغير يعني في ال 15 كده. طب اختي اريد ان اسالك سؤال تجاوبيني عليه بما يرضي الله. نعم. هل هذا الرجل كان في حياته الدنيا من أهل الخلق والدين والتقوى والصلاح؟ والله حتى بعد ما مات كل الناس كانت بس دايما تقول الله يرحمه كان راجل كويس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد الله إن صدقت الرؤيا والله تعالى أعلم، إن صدقت الرؤيا والله تعالى أعلم، أن الله زوجه، أن الله زوجه من الحور الحين، أظنه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحد. وإن كان أحد من أبنائه يعني من مقبل على الزواج سيتزوج بالفعل في الأيام القليلة القادمة، وقد يكون قبل العيد بإذن الله تعالى. حياك الله أم محمد. الأخت أم محمد تاني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منين أم محمد؟ أم محمد السلام. الأخت الكريمة محمد أسيوط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ام محمد. الله يبارك لك. من فضلك بس معايا ثلاث رؤى سريعا يعني. اتفضلي يا ام محمد. الرؤيه الاولى، انا من فتره كده شفت ان انا ماشيه في الشارع وقابلني الشيخ الله يكرمه الدكتور عمر هاشم، ورحت اجري اسلم عليه، كنت فرحانه جدا جدا، راح طلع ربع جنيه واداهولي. ما شاء الله ما شاء الله. بس قلت له انا مش عايزه فلوس، انا جاي اسلم، انا بحب حضرتك جدا وجاي اسلم على حضرتك، انا مش عايزه فلوس. نعم. كان معاه شيخ تاني، قال لي ما تكسفيش الشيخ، خدي منه. خدته منه ومشيت. تمام. الرؤيه الثانيه، حلمت مره ان الشيخ الشعراوي قاعد في بيت وبيستقبل الناس يسمع اسئلتهم، وكان معايا ولاد اختي الاثنين، وخدت وطلعت فخبطت على الباب، فبقول للشيخ انا عاوز اقابل الشيخ، راح قال لي انتظري في الشقه اللي قصادنا دي، لما
يجي الوقت هندهلك. ما شاء الله ما شاء الله. عدى وقت طويل جدا ما حدش ندهلي، رحت اقول له ان انا اتاخرت والناس كلها دخلت قدامي، قال انا جاي اندهلك. رحت قعدت معاه وقال لي دي ولادك ودي لا دي ولاد اختي، وقعدت احكي معاه ودردش معاه في امور اللي بتحصل لي في حياتي ودنيتي. زين ما شاء الله. الرؤيه الثالثه، والدي متوفي لي 6 شهور، حلمت ان انا ماشيه واشتبهت في بيت زي بيته، ورحت دخلت ودخلت الاوضه اللي هو بينام فيها، وفي في شباك بالظبط نفس الشباك بتاع والدي، ببص من الشباك لقيت اختي وابنها، اختي رافعه العبايه كده، بلبس عبايه سودا ورافعاها وماشيه على الميه من غير رجلها ما تخطر في الميه هي وابنها. والاوضه دي طالع منها الحيطه، طالع منها شجر عنب وشجر جوافه، ومديت ايدي خدت عنقود حلو كبير وبقيت اكل، وخدت جوافه وكلت، وفي تفاح وفي كمثرى وفي فاكهه كتير جدا في الاوضه، بس الشجر الوحيدين اللي طالعين من الحيطه هم العنب والجوافه. راح دخل راجل عليا وقال لي انت ازاي تدخلي بيت مش بيتكم؟ قلت له والله انا افتكرته بيت ابويا بيت والدي. راح قال لي لا ده مش بيتك وما ينفعش. قلت له والله انا عمري ما مديت ايدي على حاجه حد، ومش وما تعودتش اخد حاجه حد، وحزنت جدا. ورحت سبت عنقود العنب من ايدي، راح قال لي اللي كنت بتاكلي فيه خديه، بس لو سمحتي ثاني مره ما تدخليش بيت مش بيتك. ما شاء الله ما شاء الله. ام محمد، ام محمد. ايوه ايوه مع حضرتك. حضرتك حاليا الايام هذه بتمر ببعض المحن والمضايقات؟ ايوه. وفي امور يعني اثقلت كاهلك؟ ايوه. رفع الله عنك ما انت فيه من البلاء محمد، اسمعيني حتى يعني اسر لك باذن الله تعالى، واهدد عن قلبك بما رايتيه باذن الله تعالى. ام محمد ما شاء الله، ام محمد اخت اسيوط ما شاء الله لا قوه الا بالله، اظنك من اهل الخلق والدين والصلاح، اظنك كذلك، والله حسيبك ولا ازكي على الله احد، غير انك كما ذكرت لحضرتك وانت اكدت ذلك أنك تمر ببعض المحن الشديدة التي أثقلتك وأعيتك في حياتك. أولا أبشرك ببشر الله لك لوالدك رحمة الله عليه وعلى موت المسلمين وعلى أبي، نسأل الله أن يسكنهم في الفردوس الأعلى في الجنان ومع نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. الرؤية الأولى رؤية الدكتور عمر حفظه الله ورعاه وعفى الله عنه بإذن الله يتعامل، أنك من محب الصالحين، وبذلك ربنا سيخرج من أبنائك من يكون من أهل الدين والخلق. الرؤية الثانية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هي كذلك سيرزق الله سبحانه وتعالى بذريات طيبة يخلفوك خيرا عما مررت به في أيامك التي تحياها الآن، واشهد الله أنه سيرفع عنك الله ما أنت فيه. وكون انك انت رأيتي ان هناك بيت ودخلتيه وقيل انه لأبيك، هذا المكان هو مكانته عند ربه، اظن كذلك، والله حسيبه ولا ازكي على الله احد، ولك في الدنيا بقاء، ولك في الدنيا بقاء، ولك في الدنيا بقاء، غير ان هناك رزق وافر، رزق وافر، رزق وافر حلال طيب مبارك فيه، سيرزق الله لك قريبا بإذن الله تعالى، حتى يرفع الله عنك ما أنت فيه من البلاء والمحنة. الأخت الكريمة أم محمد أخت أسيوط. الأخت الكريمة أم ملك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الكريمة أم ملك القاهرة، حياكم الله أختي. لو سمحت عندي حلمين بصراحه اقولهم لحضرتك الشيخ. براحتي خالص، مش بسرعه اختي، براحتي خالص، تحت امرك. اول حلم انا حضرتك منفصله. نعم. فانا حلمت ان انا قاعده في شقتي، بس هي الشقه دي يعني في الحقيقه مش هي اللي انا كنت فيها. تمام. فزي اللي انا كنت قاعده برتب فيها، والسجاده في خط النوم كبيت عليه ميه، وبحاول ان انا لفيته على بعضيه كده، وبحاول ان انا انظف الاوضه. تمام. بعد كده راح نادى عليا هو اخوه قاعدين تحت في الشارع، هو اللي كان طليقي ده، وهو اخوه قاعدين تحت، وراح نادى عليا، فبصيت عليه من البلكونه. بعد كده رجعت تاني، بس ما مش اتكلمت يعني. تمام. بعد كده رجعت طويت السجاده،
وكبيت ميه في كل الشقه على السجاد. تمام. بس الشقه مكركبه كده يعني، وزي اللي كنت بروق فيها، بس مش هي اللي كنت عايشه فيها. تمام. بس في الحلم كانها شقتي دي. كم عمرك ام ملك؟ نعم. كم عمر حضرتك؟ 22 حضرتك. 22؟ طب زوجك او طليقك هذا لو طلب رجوعك مره اخرى توافقي ام لا؟ نعم. طليقك لو طلب مراجعتك مره اخرى توافقي ام لا؟ لا حضرتك. هو بالفعل سيلح كثيرا على مراجعتك، غير انك لن توافقي، وسترزقه سيرزق الله بزوج خيرا منه، سيخلفك خيرا وافضل منه باذن الله تعالى. حياك الله ام ملك. عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ حياك الله اخي الحبيب عبد الله. الله يكرمك. دلوقتي فضلت الشيخ، انا وجدت رايت رؤيا ان انا وجدت قطعه من الالماس. رايت ايه؟ قطعه من الالماس. قطعه من الالماس، تمام. اه حطيتها في جيبي، وبس الناس اللي ساكنين قدام البحر عايزين ياخدوها مني. كنت راكب مع واحد صديقي اسمه حسن، مرينا عليهم فبيقولوا لي الناس اللي عايزين ياخدوا الناس منك اهو. بقول له انت مين يا ابني؟ انت هارون؟ قال مين؟ قال لي لا انا ما بتصلش، انت اسمك عامل زي الشياطين اللي كده. رحت دفه وبعت عنه وقرات آية الكرسي والمسح في جيبي وسبته ومشيت. تمام. بس كده. حياك الله يا اخي الكريم عبد الله. الاخت الكريمه ام محمد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفسير الاحلام؟ اتفضلي، معاك الشيخ صلاح وبنانا اختي، اتفضلي. نعم. انا اول امبارح حلمت ان انا في سوق، ولما رحت السوق اشتريت منه، كانت معايا بنت اختي، فاخدت منها 30 جنيه سلفه، قلت لها لغايه لما دلوقتي توصل البيت اديهم لك. راحت ادت لي، فانا اشتريت وانا شايل الحاجه ومشيت، لقينا زي مكان في السوق شارع كده عليه زي البوابه، ففي واحد واقف على البوابه، فقال لي ما تدخليش، ادخلي بس تدخلوا تسجدوا. بقول له نسجد لمين؟ ما قاليش نسجد لمين، بس قلت له انا السجود لغير الله حرام، ما اقدرش اسجد في حاجه زي دي الا اذا كان لله. تمام. فسبته ومشيت. وقلت له واللي انتوا بتعملوه ده بدعه، وقمت ماشيه وسايباه. بارك الله فيك واحسن الله اليك الاخت الكريمه صاحبه التقوى والدين ام محمد، اسمعيني من تلفزيون ام محمد. الاخ العزيز الحبيب عبد الله، بارك الله فيك على رؤيتك قطعه الالماس هذه، ان ربنا سبحانه وتعالى سيمن عليك بمنه عظيمه طيبه جدا، تقر بها نفسك وتسعد، تسعد بها نفسك وتقر بها عينك. الاخت الكريمه ام محمد، سيعرض عليك مالا، سيعرض عليك مالا، سيعرض عليك مال، غير انك لا توافق عليه، قد يكون فيه شبهه، فبارك الله فيك استحريت الحلال فيه. واتمنى من اخواننا المشاهدين ان يتحروا الحلال في اموالهم، تحروا الحلال في اموالكم حتى يبارك الله سبحانه وتعالى لكم فيه، والله تعالى اعلم. الاخت الكريمه هبه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله هبه. مثلك يا شيخ. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، اختي كانت حلمت بامي اللي متوفيه ان هم عايزين يغسلوها بس وهي على الارض. تمام. هي وبنتها امل، اسمها امل بنتها، فهي سابتها ومشيت ما غسلتهاش. اختي بتقول انا مشيت شويه ففردت الشبشب، هي لابسه شبشب بالطبع، وقعت منها فوطت لبستها ورجعت لامي تاني، فلقت بنتها مش غسلت غير النص يعني، فقالت رجعت تغسلها يعني. تمام. فجت تحط عليها ميه، تقريبا الميه طلعت ساقعه، فقعدت تقول معلش يما حقك عليا ومش عارفه ايه، والحلم خلص على كده. وفي حلم تاني صغير برضه. اتفضلي. هي برضو حلمت ان امي تديها 50 جنيه وبتقول لها طلعيها. بس ماشي. هي الرؤيه الاولى، اتفضلي يا هبه. الرؤيه الاولى والثانيه، انصحي هذه الاخت ان كنت انت ام اخو احد من اصدقائك او اختك، انصحيها ان تبر امها بالدعاء والصدق، انصحيها ان تبر امها بالدعاء والصدق. ايها المشاهدون الكرام، بروا من توفى من اقاربكم سواء كان ابا او ام، برهم بالدعاء والصدقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. أيها الولد، أيها الولد، أيها الولد العاق، أنا أذكرك وأقول
اذكر أباك الذي توفاه الله واذكر أمك التي توفاها الله، اذكرهم بالدعاء والصدقة حتى تنال أجرين عظيمين. الأجر الأول أنك تدخل في دائرة الإيمان، أنك مؤمن وتدخل في دائرة الإيمان. الأمر الثاني تدخل تحت طائلة البار بأبيه وأمه بعد الوفاة. لا تعق أباكم وأمهاتكم بعد الوفاة، لا تظن أن البر في الحياة الدنيا فقط، بل أن البر كل البر وأعظم البر بعد الوفاة. بر أباكم وأمهاتكم ارحمكم الله بعد الوفاة، تؤجروا تجدوا من يبركم بعد وفاتكم، والله تعالى أعلم. أم علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم وعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسكندرية. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا شيخ؟ حياكم الله أم وعد. الله يخليك يا شيخ ويعزم إدارك يا رب. الله يكرمك. عندي رؤية. أبشري تحت أمر حضرتكم وعد. أخويا حلم اللي هو رايح شقة أخوه وبنت أخوه المتوفي. نعم. لقى اللي باب الشقة ده متدغدغ، ما فيهوش حتة سليمة، الباب الخشب. تمام. والصالة بتاعته دي ضيقة جدا 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 وضلمة. تمام. دخل على الاوضه لقى البت الكبيره نايمه تعبانه، نايمه على ظهرها فارده ايديها وفارده رجليها ونايمه على ظهرها. راح طلع يجري عليها يقومها ياخدها في حضنه، راحت امها سمع صوت امها بتقول له سيبها، راح قال لها هش، راح مقومها مقعدها وخدها في حضنه. قلت الاوضه اللي زي ما فيها البت دي فيها ليها شباك على ليها شباك على يعني شباك، اخدها وقف بيها على الشباك لقى اللي بتاع دوت الحيطه اللي قدام الشباك دي مولعه نار، الطوب ده مولع نار، نار جامده قوي بلسان كده وبلسان لها طالع كده لفوق، بيقول لها ايه ده؟ قالت له عادي، وخلصت رؤية على كده. اخت في مشاكل بينكم وبين زوجة اخيكم؟ لا يعني ما يعني لا مش قوي يعني، في مشاكل بس مش قوي. لا قوي في مشاكل، ولكن مشاكل جامده قوي. ايوه. ازاي تقولي مش قوي اخت ام وعد؟ لا بس مش قوي يعني، احنا ما يعني احنا خلاص هي راحت لحالها واحنا خلاص احنا لينا العيال عندها. هناك مشاكل بالفعل وهناك تقصير جامد كبير جدا جدا بينها وبين اولادها. هي مقصره ناحيه اولادها؟ طبعا. ايوه. فاحذروا من هذا، انظروا لابنائكم، انظروا لابنائكم وراعوا ابنائكم. يعني ايه تقصير من اهله ناحيه يا شيخ؟ طبعا مقصره في ناحيه الابناء كثير جدا. ما هي بتسيبهم وبتمشي سايبهم في البيت. فرعوا ابنائكم، اتقوا الله فيمن تعول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فأنتم تعولوا الأبناء، فاتقوا الله ولا تضيعوهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من؟ أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله أختي. أنا كنت عايزة أقول رؤية كان حمية هو اللي شايفها. نعم؟ رؤية حماية هو اللي شايفها. اتفضلي. هو قال انا كنت رايح اصلي الحلم ان هو راح يصلي المغرب في الجامع، وبعدين طلع من صلاة المغرب لقى في عاصفة جامدة والدنيا بتشتي، ولما وبرق ورعد فجي وجع في الارض، لما وجع في الارض لقى بنتين راكبين في ريخه، ولما فاز واحدة ما عادش لقاها والتانية كانت ريخه ماسكة في ايديه، لما سألها انت مين؟ انت رايحة فين يا بنتي؟ قالت له انا جاية معاك يا جدي. وجابها وفضلت ماسكة في ايديه وجابها هنا وجيت معاه البيت. تمام. بس. اتفضلي يا اختي، بارك الله فيك وفي حماك باذن الله تعالى. هذا الرجل سيكون من اهل الصلاح والدين والمحافظة على صلواته في اوقاتها، لاجل ذلك سيحفظه الله بحفظه في بعض البلاد قد يمر او يقع بها، سيحفظه الله ويرفع عنه ما هو فيه بسبب ما يقوم به من طاعة لله وحفظا على صلاته، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى. الأخت سمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام مع حضرتك يا شيخ. حياكم الله أهل العريش. ربنا يخليك، ربنا يكرمك. الله يكرمك، اتفضلي يا أختي. هو حضرتك انا مخطوبه حاليا. نعم. حلمت في علبه الذهب بتاعتي، حلمت ان فيها اسوره ذهب. تمام. هي الذهب ما فيهوش اسوره عامه، بس في الحلم كان في اسوره. ممتاز ما شاء الله. وانا كنت فرحانه جدا بيها في الحلم وعماله اوريها لاهلي وكده، كان شكلها حلو قوي. بعدها بفتره يعني في رؤيه تانية، حلمت ان الدبله بتاعتي حصل فيها نظام شرخ كده. تمام.
حلمت وانا زعلت قوي على شكلها، وفي ناس كتير حواليا كانوا بيقولوا لي غيري الدبله دي، اقلعيها بلاش منها، يا اما امدحها وانا متمسكه بيها مش عايزه اقلعها. اخت سميه مع حضرتك يا شيخ، حياك الله. حصل مشاكل بينك وبين خطيبك بعد رؤيه انشقاق الدبله هذه؟ لا، هو حصل معايا مشاكل انا مرضيه جسديه. عافاك الله وشفاك الله وتعالى. هل حد من اهلك اشار عليك ان تتركي خطيبك؟ لا لا ابدا، كلهم متمسكين بي، بس في ناس حواليا يعني بتقول لي ليه ده، اشمعنى ده، استعجلتي ليه كده، يعني في احسن. ولكن تمسكي اختي بخطيبك، تمسكي اختي بخطيبك انه من اهل الخلق والدين، وبالفعل قد يعرض عليك، يعرض عليك احد من اهلك ان تتركيه وتتزوجي بغيره، فلا تتركيه لأهواء الآخرين. الرؤية الأولى ما شاء الله أن ربنا سبحانه وتعالى سيمن عليك بأول مول. كان خطيبك وعدك أن يجيب لك الأسورة أختي؟ لا، هو أنا كنت راضية لأن هو الحال على القد، فأنا راضية بالذهب اللي هو جابه. أنا ما كناش في الواقع أسورة خالص، بس أنا لما حلمت بيها في علبة الذهب بتاعتي. ان شاء الله سأتيك بها، ان شاء الله هتكون هدية منه لك، وسيكون اول مولود لك ولد بإذن الله تعالى بعد الزواج. اتم الله خطبتك وزواجك ان شاء الله. اختي سمية اتفضلي. اختي السلام عليكم. بالنسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت انا معايا رؤيتين عايزة احكي لهم. الاختي الكريمة ام احمد اسوان. تمام، ايوه اسوان، حياكم الله. اتفضلي. عايزة احكيهم لك. اتفضلي ام احمد. الرؤية الاولى شفت في المنام اثنين جايين من الحج، وهم معدين على الشارع جايين من الحج لو سن خلق بتاع الاحرام، وقلت لهم الحمد لله على سلامتكم، وفي واحد فيهم اثنين فيهم كل واحد فيهم اداني 100 جنيه قال دي حلاوة في الحج. تمام. والثالث مش اداني. تمام. بس دي الرؤية الأولى. الرؤية الثانية أنا منام أحلمت إن في دود أسود ماشي على جسمي كده وقرصني في جسمي. زين، اتفضلي أم أحمد. بس كده تمام. حياك الله. اسمعيني من تلفزيون أم أحمد. بالنسبة للرؤية الثانية أم أحمد بارك الله فيكي أختي الكريمة، أصلح الله من شأنك وجميع إخوان المشاهدين. حافظي أختي، حافظي جدا على أذكار المساء والصباح، وخاصة أذكار النوم، حتى يحفظك الله ويرعاك برعايته وأنت نائمة. هذا كلام من جميع إخواني المسلمين المشاهدين. حافظوا 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 على الأذكار صباحا ومساء، وخاصة أذكار النوم، حتى يحفظكم الله ويرعاكم برعايته وأنتم نائمون. الرؤية الأولى أختي، نسأل الله سيمن عليك ببشرة طيبة، وقد يساعدك أهل الخير سواء كان بنصيحة أو بمال أو بما شابه ذلك، وتقبلي هذه النصيحة سواء كان نصيحة نصح وإرشاد في الدين والخلق أو بنصيحة ومساعدة مالية. هذا والله تعالى أعلم. الأخت الكريمة أم هبة القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومغفرة أم هبة. آمين يا رب. بعد إذنك يا شيخ عندي رؤية. اتفضلي أم هبة. شفت إن أنا كده والدة بنت، والبنت دي كبرت في نفس اليوم، كان عندها حوالي زي مثلا 5 سنين بس، كان جميلة جدا وبتتكلم ولابسة هدوم عادي، ومن شدة جمالها مش كنت عايزة أقوم من النوم. لما صحيت زعلت، مع إنها وبعدين يعني ما كانش لها شعر. زعلت عشان ما لقيتيش البنت في الحقيقة يا مهبة؟ لا لا لا، زعلت عشان أنا صحيت من النوم. نطلب من الأخت الهبة معاودة اتصال مرة أخرى حتى يسعدنا أن يعني نسمع باقي رؤيتها، ولكن الرؤية واضحة أخت الكريمة أم هبة، أن ربنا سبحانه وتعالى سيمن عليك بمولودة كما رأيتي، والله تعالى أعلم. الأخت الكريمة أم ملك أسيوط، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. لو سمحت عندي 3 أحلام عايزة أفسرهم. أم دي بتاعت أسيوط، كل ما يتصلوا كلهم عندهم 3 رؤيات يعني. اتفضلي أم ملك. لو سمحت انا عندي خال متوفي، وكل ما بحلم بيه ان انا باكله حاجه، انا ما برضاش اكل الا من ايدي اني. دي في الحقيقه ولا في الرؤيه؟ لا ده في الرؤيه. تمام.
فيعني يعني لو جت مرة تتوكله بيقول طلعوها بره، أنا مش عايزة ولا ريدي ياكل من إيد أمه. وقبل كده حلمت برضو إن هو واقف ومعاه عجل حاطه تحت رجله، ما أقول له هتعمل بيه إيه؟ قال ده أنا هذبح هطلعه لله، دي ضحية. تمام. فمش يعني كل ما يعني كل ما يجيني بأكل يعني مش عارف إيه هو يعني طالب إيه. الرؤية الثالثة أم ملك. إنني بحلم على طول إن هو يقول لي اسقيني، فأجي أديله المية بعد ما يشرب منها يقول أنا شبعت الحمد لله. خالك ده عايش يا أم ملك؟ لا متوفى قريب. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه وعلى موت المسلمين وأبي وجميع المسلمين بإذن الله تعالى. اسمعيني من الهاتف أم ملك. الأخت الكريمة الثانية أم ملك أيضا ولكن من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم في حضرة الشيخ. لو سمحتي أنا اللي كلمتك من شوية بس ما قلتش الرؤية الثانية. قولي الرؤية الثانية تفضلي. لو سمحت أنا حلمت إن أنا راح عند بنت عمي وهي عندها فرح في البيت، فرح ابنها. تمام. فرح ابنها وانا ما كنتش اعرف، فرحت عندها وقلت لها انت ليه مش قلت لنا ان ابنك هيتجوز؟ قالت لي قلت انه مش هيجوا. بعد كده لقيتها ان هي الحاله في البيت بس ما فيش اي حاجه يعني، بس في فرح ولا عندها اي حد في البيت. ولقيتها حاطه حله على البوتاجاز فيها فراخ، في شويه فراخ مع بعضهم متماسكين مع بعضهم وفي شويه متفرتين كده من فوق. نعم. بعد كده جيت لقيت ثلاث بنات، بنات اولاد ابن عمي، ابن عمي. وبعد كده لقيتهم فرشين فرشة على الارض ونايمين، بنات صغيرين لقيتهم فرشين فرشة على الارض ثلاثة ونايمين. فقلنا لهم اصحوا روحوا البسوا عشان تروحوا الفرح. فبعد كده صحيت، والرؤيتين يا حضرة الشيخ الاولى والثانية في نفس اليوم حلمتهم مع بعض. ما فيش مشكلة فسرتهم لكم ملك، ولكن هناك خلافات بينك وبينها؟ لا حضرتك. اتفضلي اخت بارك الله فيك وحسن الله عليك ام ملك القاهرة. ارجع للاخت الكريمة ام ملك اسيوط. ما شاء الله انت ام ملك ستكون بارة جدا بخالك، وقد تكون افضل من يبر في العائلة كلها انت بخالك، ستكون بارة وصولا به. بارك الله فيك وحسن الله عليك، والاجزاك سيأجرك الله وسيمن عليك بنعمه وفضله الكثير ام ملك اسيوط. فكل ما رايتيه مع خالك ما شاء الله، كل دعواتك وكل صدقاتك التي تتصدقي بها او تدعو بها لخالك، نظن ان الله سبحانه وتعالى تقبلها منك وجعلها في موازين حسناته. الاخت الكريمه ام ملك الثانيه ولكن القاهره، ان الله سبحانه وتعالى سيمن عليكم بمناسبه قريبه ام ملك تجمعكم أنتم والعائلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى تكون مناسبة طيبة تفرحوا بها وتقر بها أعينكم. هذا والله تعالى أعلم. الأخت الكريمة أم علي مرسى مطروح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخت أم علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرجاء اسمعيني من الهاتف أم علي. وحياك يا دكتور. اسمعي من الهاتف اختي بعد اذن حضرتك. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، احسن الله اليك. احسن الله لينا وليك ان شاء الله. عندي ثلاث رؤيات يا دكتور. ابشري 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 ام علي. انا بقالي 20 سنه وانا يعني بقالي 20 سنه وانا مطلقه. نعم. وعلى طول بالمنام بشوف نفسي ان انا بطلع من بيتي ما اعرفش ارد تاني، فبتايها كده بالمنام. كم عمرك حاليا ام علي؟ عندي حاليًا وقت كم؟ 39. ما تزوجش بعد الطلاق؟ لا ما تزوجتش، كل ما بيجي بيبقى في عقدة في الجواز. ما يتمش؟ كل ما حد بيتقدم لي ما بيتمش. تمام. ده هو الرؤية. الثانية على طول برضه دايمًا بشوف إيه؟ أشوف أرانب كتيرة كده في المنام، كبير وصغير، بس أحاول إن أنا أمسك منهم ما أقدرش. تمام. دي الرؤية الثانية. الرؤية الثالثة دايما ألاقي نفسي على البحر تتهوت وأحط ده كده في المية أطلع سمك كتير. تمام. فطلع سمك، سمك دوت من البحر يعني سمك كتير خالص، والسمك ده كله مش شاطع. اسمعيني من الهاتف أختي الكريمة أم علي من مرسى مطروح.
بالنسبة للأخت الكريمة أم علي مرسى مطروح، الرؤية الأولى والثانية هناك شيء سببا في تعطيل الزواج، وسبب الطلاق أيضا هناك سبب غير معلوم بالفعل قد وقع بسببية الطلاق. أختي حافظي بالله عليكم أم علي حتى يتثنى لك ويعينك الله سبحانه وتعالى على الزواج مرة ثانية بإذن الله تعالى. أولا حافظي على أذكار صباحا ومساء، ضروري ضروري ضروري، وأذكار نوم، وحافظي على الصلاة في أوقاتها، واجعلي لنفسك وردا ولو بسيطا من كتاب الله، ضروري أن تقرأي القرآن يوميا، وكوني على وضوء دائما، سيمن الله عليك بعدها بقليل إن شاء الله تعالى بالزواج. أو إن استطعت أختي الكريمة أم علي أن تقرأي سورة البقرة يوميا لمدة 3 أيام أو أسبوع يحفظك الله بها. بالنسبة للرؤية الثانية والسمك، هذا رزق، ربنا سيجري على يديك رزقا طيبا مباركا لك بإذن الله تعالى، هذا والله تعالى أعلم. نرجع أخواني لشرح الأخت الكريمة نورهان القاهرة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي يا شيخ أنا عندي حلمين لو سمحت. أولا قولي لا إله إلا الله أختي، لا تحلفي بالنبي، قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اتفضلي. أنا حلمت إن أنا قاعدة قدام إخواتي عريانة. كم عمرك نورهان؟ انا عمري 22. ما تزوجش للحين؟ لا لسه. طب انت كنت مبسوطة بهذه الهيئة ولا متضايقة؟ لا انا كنت متضايقة، وبعدين رحت حاطة الطرحة مغطية الجزء اللي فوق ده لحد تحت كده، بس ظهري كان نصه باين كده لحد تحت. ماشي. في رؤية تانية عندك اختي؟ ايوة. وبعدين رحت في اوضة في الشقة، رحت علشان ادور على حاجة البس. تمام ماشي. الرؤية الثانية أنا على طول بحلم إن أنا ماشية في طين أو حد بيزقني في طين وكده يعني. تمام. على طول بحلم بالحلم ده. اتفضلي أختي، أنا في حاجة عند حضرتك تاني؟ لا شكرا، بس على طول بحلم برضو بتعابين وصراصير كده ماشية بتاكل في جسمي. لا إله إلا الله. ماشي أختي، اسمعيني من الهاتف أختي. أكرر أختي نورهان ولجميع المشاهدين، أكرر نورهان، حافظي على سورة البقرة، تلاوة سورة البقرة يوميا لمدة 3 أيام أو أسبوع، لا ترى مثل هذه الرؤية مرة أخرى. ولكن حافظي على أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، واجعلي نفسك وردة من القرآن، وحافظي دائما على الوضوء. بالنسبة للرؤية التي رأيتيها بهذه الهيئة، قد يتقدم لك خاطب وتترددي في الموافقة عليه، ثم بعد ذلك إن شاء الله ستوافقي عليه، ولكن لا تنظري إلى ما ينظر به بنات جنسك يعني إلا ما رحم الله. لا تنظري إلى المال، لا تنظري إلى المال، لا تنظري إلى الوجاهة، ولكن انظري إلى الخلق والدين، هو سترا لك. انظري إلى الخلق والدين، هو سترا لك أختي. بالفعل هناك من تقدم لك ولكنه كان ميسور ضعيف المادة فرفضتم، أو قد يعني رفضتم قبل أن يدخل بسبب يعني قلة ذات اليد. فحافظي أختي بالله عليك على من هو أهلا خلقا ودينا، هو عصما لك وأمانا لك في دنياك وآخرتك، والله تعالى أعلم. الرؤية الثانية كما ذكرت، اقرأ البقرة وحافظي على سورة البقرة، وحافظي على أذكار صباحا ومساء، وكون على وضوء دائما، يحفظك ويرعاك الله سبحانه وتعالى، وحفظك الله وحفظ الله بنات ونساء المسلمات جميعا بإذن الله تعالى. الأخت الكريمة أمة الله الفيوم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وبركاته. سمحت يا شيخ، عايزه اقول لحضرتك الرؤيه بتاعتي. حياكم الله، تحت امر حضرتك. انا شوف كنت مره نايمه وحلمت بواعي، يعني انا ماشيه في الشقه بتاعتي وورايا واحد يعني مرتاحي وكده، وقلت ده ملك الموت. وفجاه بقى وانا واقفه كده لقيت حاجه بتسحب روحي، بعديها تعبت تعب شديد، وكل ما اشوف الرؤيه دي بتعب كتير. وبرضه دايما احلم ان الشقه بتاعتي يعني هي ان هي بتتهد، ان هي متحشر يعني فيها بوره. انت متزوجه يا امه الله؟ نعم يا شيخ متزوجه. في مشاكل بينك وبين زوجك حاليا؟ فعلا كان في مشاكل كتير ما بيننا. ما زالت المشاكل قائمه؟ لا الحمد لله دلوقتي كويسه شويه. هناك بالفعل اختي مشاكل بقى 5 سنين. اتفضلي اتفضلي اكملي. بقول لحضرتك احنا في مشاكل بقالي 5 سنين انا متزوج. نعم. انا هو دايما في مشاكل بقالنا 5 سنين كده متزوج، بقالنا في مشاكل كتير، ولكن حاليا الحمد لله انتهت. ايوه الحمد لله، بقت خفيفه خالص دلوقتي.
خفيف بالله عليك يا أمة الله، بالله عليك أنت وزوجك، حاول أنك تصلي أنت وهو فيما بينكم، إن شاء الله هو يصلي بك إمام طبعا، صلي ولو ركعتين فقط في جوف الليل، بالله عليك أختي صلي أنت وهو. والله يا شيخ بنصلي وبنقرأ قرآن مع بعض. ممتاز، داوموا على ما أنتم عليه، داوموا على ما أنتم عليه، تنتهي المشاكل دائما. أصبت أنت وزوجي بعين شديدة جدا جدا كانت تتسبب في الطلاق بينك وبينه، وبالفعل الأمور وصلت بينكم إلى ذلك، ولكن رحمة الله ورعايته حفظكم من ذلك، فحافظوا بالله عليك أختي على الأذكار صباحا ومساء وأذكار النوم، واجعلوا نفسكم مرضى ولو قرآن، وكوني أنت وهو على طاعة، وكوني وأنت وهو تشاركوا في طاعة واحدة، سواء كان قراءة للقرآن أو درس علم أو يصلي بك وما شابه ذلك، حتى يحفظكم الله ويرعاكم. مدام سهيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدنا الشيخ. حياكم الله أختي الكريمة. أشكرك. من فضلك يا سيدنا الشيخ، أنا ابني خاطب. نعم؟ ابني خاطب. نعم. ابني خاطب. تمام. واستخرت ربنا في هذه الخطبة. تمام. فحلمت الحلم اللي هقوله لحضرتك، ومش عارفة الحلم ده مصيره إيه. تمام. حلمت إن أنا أساساً كنت بشتغل في مكتب تخليص جمركي. تمام. صاحب المكتب قاعد على المكتب وقال لي تعالي يلي تعرفي في الاستمارة المصرفية. تمام كده؟ تمام. الاستمارة المصرفية دي حضرتك مستند مهم جدا، ولازم يكون صالح للاستخدام. فأنا وأنا بديهوله وهو بيديهولي قلب، بيديهولي ومقلوب عليه حبر. اقفل التشويش ده، اقفل. لقيته مقلوب عليه حبر حضرتك. تمام. الحبر ده قلت له كده انت رميت عليه الحبر، مش هيصلح. فانا مش عارفه بقى هل الخطبه دي هتنفع ولا لا. اختي. نعم. اشهدك الله، انت من بدايه الخطبه انت مش موافقه على الخطوبه، صح؟ لا، ده انا العروسه اللي انا جايبها له انا موافقه عليها. انت حاليا دلوقتي مش موافقه عليها حاليا؟ لا، انا موافقه عليها. متاكده؟ ايوه متاكده، بس انا خفت من الحلم ده اللي هو المستند اللي عليه الحبر اصبح غير صالح، هل الزيجه دي في المستقبل هتكون غير صالحه لابني؟ وحيد الله اختي. لا اله الا الله محمد هو الله. الرؤيه ليس لها علاقه من قريب ولا بعيد بالزوجه ابدا. امال ليس لها علاقه ابدا، ولكن علاقه الامر بك الحمد لله. انا قلت لك انت مش موافقه، فقلت لا انا المختارها، فالحمد لله كده الموضوع بعيد كل البعد عن الرؤيه بزوجه ابنك ان شاء الله تعالى. ولكن هناك بعض الامور لك معاملات خاصه، سواء كان في عملك او هناك بعض المعاملات قد تكون سببا في مضايقتك فقط، لكن ليس لها أي علاقة من بعيد أو من قريب أختي في موضوع خطبة ابنك بهذه الفتاة، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نختم. ماشي. طبعا أهمية الرؤية ومكانتها في الإسلام أتكلم شوية وبعد كده. قلنا أن للرؤية أهم. اكفل الصوت هنا. أهمية الرؤية للرؤية مكانة عظيمة في دين الله، كما قلنا أن الله أوردها في كتابه وأوردها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، واهتم بها اهتماما بالغا ولها شأن عظيم. غير أن طبعا الوقت انتهى، وكنت أتمنى أن أكمل لكم هذا الدرس لأنه هام جدا جدا جدا، بإذن الله تعالى نكمله لحضراتكم في وقت قادم إذا كان في العمر بقية وأجل. إلى ذلكم الحين يعني أستودعكم الله الذي لا تضيع وضائعه ولا يمل جليسكم، وأشهد الله أن يحبكم في الله جميعا. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.